السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. Pagubos lang tayin hika unum lang tayo kung sin iman amunain pagmarat sa yapa kadar. نعم له مراتب أربع درجات. أون سيا درجات أوباتين درجات نيا. الأول أن نؤمن أن الله عالم كل شيء. إن بنجنان أموين ممرت بمرت سين نتوين الله سبحانه وتعالى كينة تانية إن أون أونونا. لا يخفى عليه شيء. ويرو أون نخخطا بوكانيا مشان أون أونو. الثاني أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم بأن يكتب مقادير كل شيء مكتوب. بغوسي كاروانيا pamarat sa yana tuin Allah subhanahu wa ta'ala diyaat niya in kalam long time ball pen yaon ipasulat na in uno-uno na jumatu in kataan ini kya sulat na na'am الثالث تقول أنت مثلا بعد الدرس هنا أريد أذهب إلى السوق شاء الله أن تذهب إلى السوق تذهب شاء الله أنك لا تذهب والله لا تستطيع أن تذهب بيكسو pa mapagubos yung pagpangaji ini lumu matako lumu patabo yaon na uno-uno na in kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala maka bangsaw pa may pagbayasin Allah subhanahu wa ta'ala kay mo na makakatuko pa tapo sa bangsaw pa madi niya ipagbaya amoy lang ta makakatuko pa tapo na wayroon gaus mo makakatuko pa tapo na'am الرابع أعمال العباد مخلوقك كالعباد فأنت مخلوق وأعمالك كذلك na yun hika upat niya in amo na in kakahinang at wahinang sin mga ipon in ikaw piapanjarisin Allah subhanahu wa ta'ala sambil na in kakahinang mo ماذا أصنع؟ نونين هنا ونتو. أؤمن بهذه المراتب الأربعة. نبى مرات سيونتو إن أباد درجات إني. أقول يا رب اجعلني من أهل الجنة ولا تجعلني من أهل النار. نبي أنا سينلوم يا بعياهم مبا الله سبحانه وتعالى هنا عاكودينها مع أهل الجنة بلايو عاكودينها مع أي ماكو هنا عادينها مع أهل النار. وأعمل بعمل أهل الجنة ولا أعمل بعمل أهل النار. نبى بس إما هنا كده نيوسين مع كاكهنا سين. أهل الجنة ديس مالي دميك دينا تو دي كتانيو مغهنان أمو إن كاكهنان سي مغا أهل النار نعم فأجمع بين العلم والعمل وأسلك طريق أهل الجنة ولا أسلك طريق أهل النار والله أعلم نابيتين هنا من نتو پاق أغارون نتو إن علمو إبان سين پاق أنغوتا أي پاق هنان أمو إن حسوبايا پاق هنان أمو إن دان هكا راتون نتو پا جنة بكون دان هكا راتون نتو پا نركا